وتطلع الكرة ضربة مرمى للمنتخب الجزائري من ناحية اليمين، خطر جدا، وصل الكرة ممكن واحد على واحد. عبد الكريم عامر، عبد الكريم عامر مهاري بالقدم اليسرى، يلعب العرضية لكن محدين. المنتخب التونسي زي ما قلنا كان في صالح تشيب أمامي كده عند عبد الكريم عامر. عبيد تترد تاني لصالح المنتخب الجزائري، ادي الفرصه من ناحيه اليمين، عدى وفات وسط 3-4، يستنى المسانده، يستنى المباغته، تعلم هنا المهاره، وادي التسديده وتتقطع منه، الاثنين في واحد، مردوده لعبد الكريم عايز يلعبها بسن الجزمه. عزيز تتقطع منه عند عبد الكريم جوه ويفتح اللعب مره ثانيه لعبد الكريم، لو لعب العرضيه ادي العرضيه، لعب ب 3-4-3، ادي الخطا من الدفاع، تترد لعبد الكريم باهداف فقط. سجلين اربع اهداف فقط، منهم ثلاثة في الوقت المحتسب بدل من ضائع. الهدف قبل نهاية الشوط الأول، مين ياخد المقدمة قبل 45 دقيقة تانية؟ يعدي حافظ على كورته لكن مقطوعة قبل ما توصل لعبد الكريم. عادل لعبها ناحية اليمين لعبد الكريم، ثلاثة يتقل. والمنتخب التونسي بيسعى للوصول للفاينل ولكن قدامه عقبة صعبة قوي، هي المنتخب الجزائري. يا ولد عبد الكريم، يا ولد عبد الكريم، يلعبها البعون، تترد لعبد الكريم من ناحية اليمين لصالح عبد الكريم، يلعب البينية عصام بعون، مدار البطولة كرة تتلعب عند عبد الكريم. يا ولد يا ولد يا ولد على عصام ناحية الشمال عند عبد الكريم، يحاول يضم لجوه عبد الكريم ويغير اللعب تماما بالمقاس. وتلقى هزيمه في لقاء وان كان لقاء دور الثمانيه بعد الوصول لضربات الترجيح. يا ولد يا ولد على المهاره، تتلعب لعبد الكريم في المساحه، عبد الكريم عبد الكريم ماشي واحد على واحد ممكن يعدي عبد الكريم، وادي العرضيه من عصام ناحيه شمال لعبد الكريم، ماشي عبد الكريم هنا في الطرف الشمال لكن بيحاول يضم على الكوره، لكن تدخل قوي من الضوي ترجع لعبد الكريم مره ثانيه، يلعب يفتح اللعب ناحيه الشمال عند عبد الكريم. مجهود كبير لعبد الكريم، الراجل ده عمل مجهود كبير قوي، من اكثر اللعيبه اللي فاز المنتخب السعودي. مصر 20 عدي بسن الجزمه، فرصه لعبد الكريم، عبد الكريم بتعمل ايه يا راجل؟ بتعمل ايه يا راجل؟ لسه الكوره بتطول بتطول منه.